فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى أهل بلد صلاة العيد لكن لم يخطب بهم الإمام، فهل هذا جائز ويقال بأنهم تركوا سنة؟ لماذا لم يخطب؟ هذه شعيرة ما يتركها، ما يتركها شعيرة لا يتركها، لكن لو أنه ما درى أن في خطبة ولا يعني اقتصر على الخطب المجاورين له في المساجد لا بأس، يعني تصح صلاة العيد. لكن إذا تركها متعمدا هذا لا يجوز لأنها شعيرة. نعم.